21 نوفمبر هو اليوم العالمي للتلفزيون. طبعا هذا الجهاز السحري العجيب لما ظهر في العالم كان بمثابة طفرة تكنولوجية ومعلوماتية وإعلامية، يعني البعض تنبأ إنها هتقضي على رفيق الدرب زي ما بنقول الإذاعة، لكن بقيت الإذاعة والتلفزيون، واستمر التلفزيون في رسالته وأصبح موجود في كل بيت وبينقل الحدث، والتطورات أصبحت متوالية عليه حتى إن الآن أقصى ما في الأرض بينقل في ذات اللحظة لكل ساكني الأرض حول العالم من خلال جهاز التلفزيون. في هذا اليوم الناس بتتذكر أهمية التلفزيون وكمان أهمية الحفاظ عليه وتطويره، والنهاردة هيكون عندنا جزء من فيلم تسجيلي حول هذا الموضوع، بالإضافة إن فقرتنا الرئيسية هتكون مع واحد من أبناء التلفزيون المصري ماسبيرو العظيم، وواحد من الإعلاميين المصريين الكبار هو الإعلامي الكبير عبد الخالق عباس، ولقاء رئيسي معاه إن شاء الله، بس بعد ما نشوف هذا الجزء من الفيلم التسجيلي. ارجعوا لنا مرة تانية في أيامنا. We must stop the violence. Is he gonna get? Is he gonna? You know what this feeling feels like. Oh my goodness. Television Day. أهلا بكم مشاهدينا، فقرتنا الرئيسية النهاردة في أيامنا عن اليوم العالمي للتلفزيون، بيصادف هذا اليوم 21 من نوفمبر. بيسعدنا ويشرفنا، ويعني أنا شخصيا من أشد الناس سعادة النهاردة أن معانا واحد من كبار الإعلاميين والأساتذة اللي يعني علموا أجيال كتيرة من ماسبيرو، طبعا بالتأكيد أنا واحد منهم، الإعلامي الكبير الأستاذ عبد الخالق عباس نائب رئيس التلفزيون الأسبق. وطبعا يعني لو قلنا مناصب هنتكلم كتير، لكن يكفي ان نقول الاعلامي عبد الخالق عباس. اهلا وسهلا استاذ عبد الخالق. شكرا استاذ حازم، شكرا على المقدمه وهذا الاطناب، ويعني اللي زياده عن حقنا شويه. لا يا فندم، ازاي ده تاريخ كبير يا استاذ عبد الخالق، حضرتك هو ذكريات كتيره كمان. يعني هو بس الذكريات فيه كتيره يعني. لكن التلفزيون مليء بالاعلاميين الكبار اللي في بعضهم اتنسى، وفي بعضهم يعني لا يزال يشق المسيرة، وفي بعضهم اللي انضاف زيك وزي جيل بتاعكو اللي شايل الأمانة بعد كده. طيب عايز أبدأ مع حضرتك بفكرة التلفزيون نفسه لما بدأ، والبعض قال إن هو ده الوسيلة الإعلامية اللي هتقضي على الإذاعة وعلى الصحافة وهيبقى هو ده كل حاجة، وبدأ بالفعل يعني طفرة كبيرة، حتى مش عايز اقول بس في مصر لكن في العالم كله. عايز ابدا مع حضرتك كده ونتذكر اهميه التلفزيون في نشاته. هو التلفزيون حينما بدا في الظهور كان فعلا هو وسيله الاعلام اللي شد الناس من قبل ما البث التلفزيوني. يعني هنا يحضرني ان انا كان في كان بيتنازعوا جهتين، لانه وسيله اعلاميه وكان رمز الاعلام في مصر هو الإذاعة، والإذاعة يعني لها اليد الطولة في هنا، هو اللي بيرمز إلى الإعلام. لما جه جهاز جديد وليد جديد ينشر إعلام بأسلوب يعني الإذاعة وأهداف الإذاعة والتكوين وجدان المجتمع من خلال الإذاعة برضو، بس بآلات ووسائل سينمائية، صورة الصورة كلها سينمائية.
فده بقى بدأت فيه صورة ألوان، أو لسه الألوان ما ظهرش طبعًا، تكوين صورة ومبررات الإخراج وشكل الكادر والمونتاج، كان كله مونتاج سينمائي يعني. في أول ما بدأ ما كانش لسه فيه الفيديو، بدأ الفيديو بدأ بالاتنين بوصة، وده كان صعب ما فيهوش مونتاج خالص. وانتوا جيتوا على الجيل بقى اللي كان بقى فيه تسهيلات وفي الكاميرات الصغيره للفيديو. يعني النهارده احنا بنصور اهو اتش دي هاي ديفينيشن، هاي ديفينيشن استوديوهات التلفزيون كلها هاي ديفينيشن وحاجات كده. كان الاول مافيولا والسينما وال16 مللي كان ارخص شويه. فهنا بدا يتنازعوا جهتين، ده يقول لك انا ده ابني وده يقول لك انا ابني، ما بين السينما وبين الاذاعه. ومن هنا يمكن نتذكر ان في اوائل التلفزيون كان قطبين كبار هما اللي مسؤولين عن التلفزيون، الاقطاب القطب السينمائي كان المرحوم حسن حلمي مدير عام البرامج، وكان القطب الاذاعي سعد لبيب اللي كان سكرتير عام البرامج ومشرف على الاخبار، وهما الاثنين اللي كانوا بيديروا العمليه ما بين الاذاعه والسينما، الى ان كبر هذا المولود واصبح يعني جهاز اعلامي له شخصيته التي تؤثر في وجدان الامه. طب انا هقف عند جمله تؤثر في وجدان الامه. تاثير التلفزيون لا شك يعني مش محتاجين ان احنا نشرحه، وبالفعل بقي تاثير التلفزيون لسنوات طويله، عقود يعني، منذ نشأة التلفزيون وحتى الآن. وحضرتك إعلامي كبير. مش حتى الآن، نقول معلش حتى ظهور القنوات الخاصة. القنوات الفضائية. الخاصة. الخاصة. لا، الفضائية المصرية لا تزال بتقوم بمهمتها في تشكيل. لا، الفضائية مش قصدي الفضائية المصرية، القنوات الفضائية بصورة الخاصة. الخاصة. أنا عايز أقول حضرتك وأنت إعلامي مخضرم يعني، بتلمس إزاي تنامي او تراجع تاثير التلفزيون؟ انا مش قصدي التلفزيون اللي هو التلفزيون المصري، الجهاز نفسه اللي هو الوسيله الاعلاميه ايا ما كان هو جهه البث. التنامي هنا فيه تراجع في جزئيه اساسيه، انه كان التلفزيون المصري الرسمي كان حريص على تشكيل وجدان الامه او وجدان الناس بقواعد كثيره جدا، وكان في الخطة الإعلامية محطوط المحظورات والمسموح بها، ويعني مثلا حاجة هايفة جدا جدا، ممنوع الرقابة تشيل إذا كان في ولد بيعدل على أبوه في تمثيلية أو في أي حاجة يعني. يعني القيم كانت موجودة، وتأثير كل تشكيل وجدان الشعب المصري سواء أطفال سواء شباب سواء مرأة، يعني سواء مراحل عمرية سواء مراحل أو حرفية، العمال الفلاحين كل ده كان بيتقسم لتشكيل هذا الوجدان. قيم، القيم الأصيلة كنا بننميها ونسقلها، القيم السيئة كنا بنحاول نحاربها ونبرز سوءها، السوء بتاعها بإبراز. ازاي ده يا استاذ عبد الخالق اتغير بالطريقه دي واصبح العكس؟ يعني اللي حضرتك بتقوله ده اللي بينفق او اللي بيطلع الان على الشاشات هو عكس ما تقوله حضرتك تماما. نتكلم بصراحه، ده العادي بتاع حضرتك، ده اللي احنا متعودين عليه. التلفزيون الرسمي له ضوابط وتقدر تسيطر على الناس اللي فيه، ولهم قيم وبيخشوا يتعلموا زيك كده، اتعلمت من جيل قبلك من الوالد، من يعني شيء متوارث، سواء متوارث عن أهلنا أو عن الأساتذة بتوعنا الموجودين. فكنا بننمي هذه القيم لغاية لما بدأت القنوات الخاصة. القنوات الخاصة دي معلش أتكلم بصراحة زيادة شوية، أنا لا أعتبرها إعلام، هي صحافة، ويجب أنها حتى في الأماكن الأكاديمية تصنف صحافة. تصنف تبع قسم الصحافة مش تبع التلفزيون. التلفزيون له قواعد، له قيم، له البرنامج الواحد في التلفزيون له معد وله مذيع وله مخرج وله ضيف. دي قواعد عناصر البرنامج. عناصر البرنامج. تمام. القطاع الخاص بقى
الصحافة رئيس التحرير بياخد الصفحة من بابها، فأصبح الشخص الواحد هو معد، هو مذيع، هو ضيف، هو احيانا بيخرج وقاعد على الديسك يقول لك رجع لنا ابن الشريط دوت وورينا كذا. انت يعني مخرج كبير في دي الاساس، دي بقى بتشكل لك قضيه كبيره جدا جدا ان ايه تعدد الشخصيات بتخليك محافظ على القيم، بخلاف لما ترمي الكره كلها والبيض كله في سله واحده. طب انا كنت هتوقف مع حضرتك على، ودي فعلا انا بلاحظها، بنلاقي مذيع على الهواء وهو على الهواء يقول للمخرج رجع لنا دي، هات لنا دي. دي تتخيل يا استاذ عبد الخالق ان هي ممكن تحصل مع مخرج زي حضرتك؟ لا، احنا كان العاده يعني اتذكر ان في يوم من الايام كنت بدي تعليمه لرئيسه التلفزيون وهي كانت مذيعه نشره، فبعدها بتعدل علي قلت لها لا حضرتك رئيس تلفزيون فوق، تحت هنا دايركتور اذا ديكتاتور، بديك تعليمات تنفذ التعليمات. ده كان مين؟ السيده المرحومه همت مصطفى. ومن هي همت مصطفى؟ ومن هي همت مصطفى اللي كلنا كنا يعني الناس عندنا تسلم علينا بس. صحيح صحيح. قلت لها انت رئيس تلفزيون فوق، لان المخرج بينفذ تعليمات. اتذكر برضو في حاجات تانية ان انا لما كنت معد لاحد البرامج فكنت بكتب الاسئله، وكنت بتعمد اكتب اسئله مختصره زي المشرط، فكان المرحوم حلمي البولك هو كان مذيع البرامج، كان الراي العام يسال وبنستجوب المحافظ في برامج نقدية سلبية، كان هو البرنامج النقدي الأساسي، أول برنامج نقدي، وبعدها الحل إيه وبعدها كذا حاجة، فكان بيسأل السؤال ويسكت. السكتة دي يعني أنا عايزها. لما جه غاب في حلقة من الحلقات وجت إحدى المذيعات الكبار برضو وسكت وسألت السؤال وسكتت، فالضيف سكت، المحافظ سكت، فرحت شرح له السؤال. فانا في الهيدفون وقلت لها مين قال لك تشرحي السؤال عندك كده، لان انا عايز السكته اللي المسؤول او الضيف بيفكر في الاجابه تبان ان احنا مش متفقين قبلها، يبان الفكته. فكان كله بياخد تعليماته من المخرج. يعني اتذكر مثلا من ضمن الحاجات اللي عشان خاطر نستغنى عن الفلور مانجر مدير الاستوديو ويبقى اتصال بيني وبين المذيع رأسا، لما سافرت دورة في لندن فلقيت الايرفونز دي موجودة هناك فجبتها، فعصرت كده فترة زمزقة من بعض المذيعين ازاي هنحط السماعة في اتنين وكده، وبعدين الهندسة الإذاعية لسه مش مستوعباها فعملونا التوصيلات، فنزلت العتبة اشتريت السماعات بتاعه الراديو الصغيره دي وعملنا لها بلج في قلب الديسك اللي بقى يبقى دلوقتي ما حدش يقدر يطلع من غير السماعه. يعني دخلنا الايرفون وكان حاجه غريبه ان المذيع يطلع يقول لك اطلع كده زي الاطرش. طب هو امتى حصل التراجع؟ حضرتك ذكرت لي جزئيه المحطات الخاصه او الاعلام الفضائي الخاص، لكن امتى حصل نقطة التحول اللي حضرتك بترصدها في تأثير إعلام الدولة والتلفزيون المصري وعودة هذا التأثير المهم جدا كأمن قومي لمصر؟ عناصر النهضة بالتلفزيون المصري تكمن في ثلاث حاجات. الشق الأول للدولة، الشق الثاني الإدارة، الشق الثالث العاملين. الدولة عليها جزء لكي تنهض بهذا التلفزيون اللي هو تلفزيون الدولة. الفرق بين الإعلام والصحافة بصفة عامة، الصحافة رأي الشعب صاعد إلى الدولة وفي مطالب جماهيرية بمساحة أوسع وكل دوت. الإعلام الدولة هو إعلام الدولة يعني إيه موجه إلى الشعب لتشكيل الوجدان، لتوضيح الخطط، لتوضيح لطمأنتهم على بعض المشاكل إذا كان في مشاكل، أو للرد على بعض الاستفسارات او لعلاج بعض القصور. يعني الهدف الاساسي العلاج وليس التشهير، ده الاعلام. وكمان توضيح انجازات الدوله، هو من ضمنها توضيح انجازات الدوله من خلال الاعلام الرسمي للدوله. فاذا الدوله واقعيه يعني مش لان البعض يقول لك احنا بنجمل. لا بنجملش، انتوا طبعا اعلام الدوله فهتطلعوا يعني تقولوا بتطبلوا. يعني لا احنا ما بنطبلش، احنا بنعرض الحقائق
بالظبط الغيبة عن الدولة عن الناس. يعني الدولة بتعمل حاجات أحيانا في المكاتب تخفى عن الناس فبنوضحها لهم، ونوضح لهم أنهم في أيدي أمينة وكل هذه الحاجات، وبنرد على التساؤلات وعلى الاستفسارات وعلى المشاكل المثارة. ولو في سلبيات هنعرضها؟ بنعرضها زي ما كان عندنا الرأي العام يسأل، وعندنا البرنامج بتاع الزميلة على الطريق ملك إسماعيل، والحل إيه اللي كانت بتقدمه صديقة حياتي، وكنت بتشرف بإعداده وإخراجه. دي كلها كانت برامج سلبية، لكن أساساً هو توضيح ماذا تفعل الدولة من أجل الشعب، ده توضيح. حاجة تانية، معلش، لا يختصر مشاكل التلفزيون المصري من وجهة نظر الدولة في فلوس وعاملين. إزاي إحنا نوفر عمالة، وإزاي نضغط وإزاي خطة، يعني بيعامل معاملة اقتصادية، كيف يعامل تشكيل وجدان الناس بالفلوس، إزاي تتعامل مع الدولة تتعامل. يقول لك التلفزيون بيخسر وبيكسب، التلفزيون لازم يتصرف عليه، من الأجهزة لازم يتصرف عليها. دي نقطة تانية، ما يبقى تدعمها في الدولة، تدعمها في كده. نيجي بقى على الشق التاني، الإدارة. لابد أن تكون الإدارة قوية. قوية بمعنى إيه؟ في فرق ما بين النقابة والإدارة. الإدارة بتاخد حق الدولة الشخصية الغائبة وتنفذها بقوانين. النقابة بتحاول ترضي الناس عشان ياخد شعبية. هو يعني عفوا، هو مش هيترشح للانتخابات، مفيش أبدا رئيس جهاز بالانتخاب. يقول لك وبعدين يجي يقول لك ايه، وصل الضعف اللي يقول لك احنا مش عايزينه. يعني ازاي انت تقول على رئيس من او إدارة بيمشي الإدارة طبقا لقوانين الدولة مش عايزينه؟ هو مش مهمته انه يرضي الناس، مهمته انه يدير الجهاز. في حاجة إدارة، نوع من الإدارة اسمها الإدارة بالعلاقات، العلاقة الطيبة بالقانون، ما تخترعش قوانين. يعني واحد مثلا مرض، ما تقولوش روح اقعد في بيتكم، لا، انت بتطبق القانون بس بزوق، وبتروح تزوره بناحية إنسانية، بناحية الإنسانية بس بالقانون طبعا. انت لا تشرع، انت لأن بتنفذ أصل هو قانون. يعني كمان مأمون على مال الدولة. اللي هو المال العام. هناك صراع أزلي ما بين النقابة والإدارة. ما تحاولش انك انت تجمع الاثنين في شخص واحد، وانت مدير تبقى عايز تبقى نقيب. لا طبعا، ما ينفعش. النقابة بتطالب بحقوق الناس، بمزايا الناس، بتخفيض ساعات العمل زي ما حصل في شيكاغو في اول مايو، بتصطدم بالإدارة، ودي ظاهرة صحية. ان الإدارة امينة على اموال الدولة، والنقابة امينة على حقوق العاملين، لكن ما تبقاش العملية كلها عاملين، يبقى النقابة والإدارة بتدور حقوق العاملين، والعامل احنا عايزين حقنا. والعامل اسمح لي برضه أستاذ عبد الخالق أستاذنا الكبير، يعني لازم كمان يؤدي ما عليه، يبقى عارف الجزئية الثالثة، عارف هو حدوده ايه. ما دي ده انا قلت لك ثلاثة، تمام، إدارة دولة وإدارة وعاملين. نيجي لسه الإدارة ما خلصتش. الإدارة لما تيجي انت النهاردة رئيس التلفزيون، لما يجي يطور، هل اديته سلطات التطوير؟ انا بقول لك لا. ليه؟ لانك انت لما يجي هو يطور لازم هيحط برنامج مكان برنامج. هنا اذا شال برنامج، صاحب البرنامج بيصرخ ويدخلها في امور شخصيه، يشخصنها، يقول لك ده شالها عشان خاطر اصله دم تقيل على قلبه فشل البرنامج بتاعي. او العكس، يعني تبص تلاقي صعب انك انت تشيل برنامج. طب حلها ايه؟ حلها ان لما يتوجد برنامج زي ما انت بتدي له تاريخ ميلاده، الحلقه الاولى هتتذاع يوم كذا، بتحدد له عدد الدورات، بتحدد له مدته. ده كان موجود قبل كده، برنامج دوره او دورتين او ثلاثه او ثلاثه او خلاص او 10 او 10 اذا كان برنامج مستمر دائم. يعني حدده زي ما تحدده. اللي بيها في يوم مثلا 13 نوفمبر مثلا انتهى، في برنامج عندي هيسقط على الخريطه. صاحبه عارف، ورئيس القناه عارف. رئيس القناه بيبحث عن البديل المتطور اللي احسن منه، ومفيش حاجه اسمها نقدم مذكره فنمده، لا. ومفيش حاجه نغير اسمه يبقى طورناه. لا، يبقى قدامه مجموعه برامج يستطيع ان هو من خلالها التطوير، يضع برنامج من غير مشاكل، من غير ادعاءات. العاملين بقى، العاملين لا يمكن ابدا تختصر العاملين في احنا عايزين. يعني بالنسبه لهم رئيس العمل الناجح بالنسبه للعاملين الذي يعطي، اللي ايده سخيه، اللي ما يحاسبش،
اللي بيسيب الناس اللي عاوز يجي يجي واللي مش عايز مش عايز يجي ما يجيش. التسيب ده بيعجب العاملين. لما يجي يقول لك انا مش هاجي اسبوع تقول له مع السلامه، البرنامج كده عديه عديه، يبدا يخوف رئيس العمل ان هو ممكن قوي صوته يعلى، يدعي عليه حاجات كده. زي احنا كنا في الجيل بتاعنا بنفرح بكلمه شكر، بنفرح لما يجي مثلا الوزير يدينا شهاده. ايوه يعني اكبر برنامج انا عملته في حياتي كان اسمه المصريون، واتذاع على 3 ايام، كان مدته 5 ساعات، وكان فكره المرحومه همت مصطفى، واشترك في تقديمه جميع مذيعي قطاع الاخبار في هذا الوقت، كلهم اشتركوا فيه وكلهم ساهموا. وده البرنامج اللي احنا كنا بنقول فيه اللي هو المصريون، ان الفن والاعلام كان مواكب لاحداث مصر. وقعدنا شغالين فيه حوالي شهرين، والاخر ادوني مكافاه ايه، كان مرتب لا يزيد عن 150 جنيه 3 اشهر الحد الاقصى. يعني ده اقصى ما كنا ناخد يعني. وسعداء وسعداء، لان كنا نسعد ان البرنامج بتاعنا نجح، البرنامج بتاعنا سمع، وكنا نسمع نسعد بسعاده الناس لما تشوف البرنامج ده. كان كده كنا، وكان في المخرجين متميزين، ولما برنامج يعلق بص تلاقي المبنى كله بيعلق عليه. طبعا التلفزيون التلفزيون المستقبل قد لا يكون مع التلفزيون، مش قصدي التلفزيون المصري، مع هذه الوسيلة الإعلامية. إزاي نطور الرسالة بتاعتنا من خلال التلفزيون بكل قنواته، التلفزيون المصري وحتى بعض المحطات الخاصة والفضائيات الخاصة بتأدي رسالة جيدة. أنا عايز أقول إن التحدي اللي قدامنا إن ممكن جدا في المستقبل ما يبقاش فيه تلفزيون كوسيلة يحل محله الإنترنت، ويحل محله ممكن اليوتيوب، أو التواصل الاجتماعي، أي التواصل الاجتماعي كبير جدا كله. بس ما هو التواصل برضو فيه مشاكله وفيه عيوبه، وبدأ يفقد الثقة، خلي يعني دي جزئية برضو. وبعدين أنت كتلفزيون المصري عندك عناصر منافسة قوية. أول حاجة أنت إنسان متدرب، انت عشان تبقى مذيع شوف خدت اجتزت كم اختبار، واجتزت كم دورة تدريب، واتدربت قد ايه قبل ما تطلع، بخلاف اللي بيجي من بيتهم او اللي تيجي هي من بيتهم تنزل قريبة رئيس القناة بقت مذيعة يعني، او صحافي، وهذا الصحافي له شخصيته قوية، واخده تشغله في غير عمله كمذيع من غير تدريب. فالوسيلة كل دوت ضعف. وبعدين انت كمان يعني ايه وسائلك، انت اكتر تقدما هندسيا من اي قناه. ده كان في قنوات بتذيع من شقه،
شوف الاستوديو اللي احنا قاعدين فيه ده يا استاذ عبد الخالق، استوديو 10، استوديو 10 وصل للدور الخامس. المجاري القطط بتاعته في الدور الخامس، واحنا في الدور الارضي اللي هي بتاعه الاضاءه. في الدور الخامس جنب قطاع الاخبار. فانت عندك الفرصه دي. الحاجه الثانيه اللي لا يزال التلفزيون المصري محتفظ بيها وهيظل محتفظ بيها لشعوره بالمسؤوليه، اللي هو ايه؟ ايوم اهم، ودي جزئيه اساسيه، السبق ام التاكد والثقه. دي دايما اشكاليه، اشكاليه، لا اشكاليه محسومه، لان السبق لا السبق الذي يضر بامن الدوله. اقول لك سر اول مره اقوله، ايام مقتل السادات كان المرحوم عبد العظيم الدرير مخرج هناك، وكنت انا اللي بستقبل الصوره هنا، وكان الزميل حمدي يوسف في استوديو 7 الخاص بالقناه الاولى والقناه الثانيه، والصوره بتيجي على استوديو 11 ونبعتها للقنوات. حصل الهرج اللي حصل، فبسال، كنت انا الوحيد الموجود لان كان يوميها اجازه، نائب رئيس الوزراء ايامها الدكتور حاتم مش موجود، احمد سيد امين مش موجود، همت مصطفى مش موجوده، ما حدش موجود في المبنى لان كان يوم اجازه، كان بيعملوا العرض العسكري ايام الاجازه. تمام. في ايه؟ في خيانه، في ايه؟ مش عارف. فمخرج القناه الاولى سالني، انا الوحيد الموجود في الاستوديو 11، اعمل ايه يا عبد الخالق؟ قلت له خد الاول لوحه تلفزيون جمهوريه مصر العربيه واستنى لما تشوف احاول فيه ايه. ما فيش، اللوحه طولت. قلت له طلع المذيعه تقول نعتذر، الكلام ده بقوله لاول مره، نعتذر لهذا العطل، وقد انتهى العرض العسكري منذ قليل، وغادر الرئيس ونائبه والقائد العام للقوات المسلحه ارض العرض بعد ان انتهى العرض. فزع، وحتى زع نشيد غير مناسب، رجاله وطول عمر ولادي كبلدنا ساعتها. فجه من بيتهم بقى كلهم، كله بقى جه من بيته بسرعه. طبعا. فجه المرحوم احمد سعيد امين كان رئيس الاخبار، ناداه قال لي ايه اللي انت بتالف؟ ايه اللي غدار؟ انت مالك انت؟ قلت له طب كنا نعمل ايه واحنا لاقيين حد؟ ما فيش حد في المبنى. قال لي ده راجل مات. قلت له وبعدين؟ طب انا قلت غدار، ما قلتش بسلامه الله. ما غدر. غدر. اتضح ان هذا الكلام اللي جه بمحض الصدفه السبب في تاجيل هجوم جماعات الإخوان على مديرية أمن أسيوط إلى تاني يوم، لأنه كانوا منتظرين أن يعلن التلفزيون المصري وفاة أو مقتل أنور السادات، أنور السادات، فيكملوا خطتهم. فإذا لازم التلفزيون المصري يتريس لما لاعتبارين، التأكد وللحفاظ على الأمن القومي. يعني أنا ما تسرعش وأقول السادات قتل طبعاً هو ما يخرج عن التلفزيون المصري هو الرأي الأساسي للدولة، صوت الدولة زي ما بنقول. التلفزيون المصري مصدر أخبار. صحيح. مصدر. صحيح. مش أداة. يعني اللي يمكن أبدا نسمع أن أذاعت قناة مش عارف إيه القصة خبر عن كذا، وناخد هذا الخبر. يعني إلى الآن الحقيقة يعني أخبار التلفزيون المصري، والتلفزيون المصري هو المصدر الرئيسي للناس، لما يكون في أي خبر يقوم ينقل على التلفزيون المصري. ولا يذيع أبدا أي كلام، يعني حتى اللي بيقولوا إن كنتوا بتطبلوا ما قدروش أبدا يقولوا إن كنتوا زعتوا حاجة غلط أو زعتوا مشروع ما حصلش. ما يقدرش يقول الكلمه دي، لانك انت بتحط انت الواقع، انت الواقع ذاته، لكن هناك القنوات الخاصه ده موضوع اخر، ده موضوع اخر. طب التحدي اللي قدامنا انا عايز اقول لك، سيظل التلفزيون المصري هو الوسيله الرسميه الاساسيه، ومهما تحاول تنمي في القنوات الخاصه مش هتقدر توصلها لمرحله انها تشيل الرساله الاعلاميه اللي شيلها التلفزيون المصري. تمام. يعني انا شرفت جدا بوجود سيادتك معانا النهارده استاذ عبد الخالق، شكرا جزيلا اولا لتلبيه الدعوه لوقت حضرتك اللي قضيته معانا، واحنا يعني سعداء ان كنت حضرتك معانا في هذا اليوم. انا سعيد جدا اللي بنحتفل بيه باليوم العالمي للتلفزيون 21 نوفمبر. شكرا جزيلا. انا اللي سعيد جدا جدا بيكم ان انا شفت ابنائي هنا في التلفزيون في هذا اليوم السعيد. شكرا جزيلا. مشاهدينا لسه فقراتنا مستمره مع حضراتكم، خليكم معانا بعد الفاصل، هنرجع وايامنا. What is television? Thank you.
for watching, whichever device you use, on TV, computer, tablet, and on your mobile.